شفافة. وزيف ووزير رمضان بطودة مخرج عقيدة مسافة وزير ألف ليلة وليلة كل ليلة ليلة شهر كلم شهر يعلم شهر يسلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر الخطبة أم العريس لما تعش من شافك وحل بلح أبوه شافك رمضان كريم يا فور رمضان كريم الله أكرم رمضان كريم ورمضان بيحلى بالفوازير وكل يوم معانا فزورة من زمن الفوازير. وفزورة النهاردة حاجة عندك ليل ونهار هتعرفها بعد ما تحتار هترد وتقول عروستي تبقى أنت كده عرفت إنها فوازير عروستي اللي عرضها التلفزيون في رمضان سنة 1980 في السنة السادسة للتعاون المشترك بين نيلي وفهمي عبد الحميد. عروستي كانت واحدة من أنجح وأشهر الفوازير في تاريخ ماسبيرو. كتب حلقتها الشاعر صلاح جاهين واشترك في وضع ألحانها 11 ملحن، وده كان أول عمل يشارك فيه العدد الكبير ده من الملحنين. وبسبب التنوع اللحني والغنائي الكبير شاركت في فوازير عروستي واستعراضاتها الضخمة والكبيرة ثلاث فرق موسيقية: أوركسترا القاهرة السيمفوني وفرقة هاني مهنة وفرقة موسيقى القرب. والحلقات كان فيها مزيكا وكرتون وحيل ورسوم استعراض. عروستي 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 وتعالوا نشوف الفزورة. أوراق وزفرة مشرشرة من كتر ما في قلبي فوازير جلدة غيلة بمفزارة مفزارة لا 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 وتفزروا وتفزروا ماذا تهروا ماذا تهروا ماذا تهروا عروستي مش مش بتدور في طبقة بالنور الساعة تكسب شماعة عروستي ادي الفيل ويتصر في منديل الناموسية تكسبي دية وهكذا هكذا كذا فزورة مركزها الفازورة وزورة والحل يكون حاجة مشهورة جدا وبنستعملها كتير كده نرجع بالفوازير للأصل لكن مش نسخة ضد الأصل بدل فطرين هنقدم فصل سجل وأغاني وعرض مثير وانتشر ممكن ممكن حاجة
حاجة أشيك. مش ممكن طب حاجة خيالية. لا 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 عندك موجودة للمنهار راح تعرفها بعد ما تحتار. يا سقف من غير جدار وبتجري طول النهار عالمشايات في القطن لونك بلونه تمام والحج عبد السلام شايلك معاه على غصن لحد قبل المغيب يدوس على زرار عجيب يكرمشك في الركن ما قل ودل. عرفت الحل ولا نكمل لعب عروستي؟ نكمل عروستي عروستي بترقص في اليابان. عيادي الشباب اقفلي الكتاب يسقط الاكتئاب يحيى المهرجان. هاي ايوه قولي هاي وانت يهمك ايه غير الكاراتيه وشغل الجنان. يا زهر المشمش اللي ما بيونش الرابع ما يهلش غير لو هو بان بس مقطعش قلبي زودش قلبي اعمل ايه يا ربي وحط الزمان ليه بس هشترك في رقصه ليها حاجه خاصه لكن هي ناقصه من اي دكان. بس معاك دية مش كفاية هي ايدي التانية دية تشعر بامتهان. لا زي ما منتش لاقية ولا بلدي ولا رقية البنات الباقية مش لاقين كمان. فعلا ده سوء واحد كده طمنت الواحد انت احسن واحد في كل الشباب. قالتنا الموروثة في انفسنا مغروسة شمس الشموسة رمز اليابان. باي 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 باي. قالتنا الموروثة في انفسنا مغروسة شمس الشموسة رمز اليابان. باي 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 باي. وإذا كانت تقاليدنا مش شايلنا في ايدنا ايه اللي هيفيدنا؟ تشغيل الأذهان. تقاليدنا الموروثة في نفوسنا مغروسة يا شمس الشموسة يا رمز اليابان. باي 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 باي. راح نرقص من غيرها لكن نتخيلها وكأننا منشلها في ايدينا بحنان. تقاليدنا الموروثة في نفوسنا مغروسة يا شمس الشموسة يا رمز اليابان. باي 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 باي. بتدور فوق دماغنا على دقات المغنى والشمس تزغزغ من بين الالوان سكوره سكوره يا يا انيو سكوره بنغني الازهار المشمش اللي بتطلع بكوره سكوره 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 سكوره. كل الموجودين
أرستي بتستحمى في إنجلترا. أنا واحدة ست إنجليزية إنجليزية إنجليزية، ساكنة مش بعيد من الكلية، عشان كده بيجوا الطلاب يأجروا الإضافية، واحد منهم جوه لكن مسكين نايم عنده نزلة شعبية. أنا واحد شاب من أبو قرقاص أبو قرقاص أبو قرقاص، وابتالوا في بعثة دراسية، من يومين ثلاثة جه تعبان وبيقول يا بوي سمي علي، نزلت فوقي مية تجول فنطاس، مليت الفانيلا الداخلية. ازيك دلوقتي يا مستر زين؟ شين والله خالص يا صبي، هموت غريب يا ولاد، بيني وبينكو بلاد، وحتى وانا ماشي مفتش الزواج. لازم تستريح اسبوعين وتحترف المرة اللي جاية. عارفة ان في بلدكو مفيش امطار وتكرنها لعبة مسلية، منها وانتو صغار دمكو خفيف ولعبية. ايه فاكرينها عربية رش ولا دش جوا الفسقية، اللي نغطي راسنا منها الشمس ومن هنا جبنا التسمية. دوبها البيضة اما سودة دهي خدها وابقى سميها مطرية. عرفتوا الحل؟ مساء الفل. الى اللقائي يا اصدقائي، اشوفكوا بكرة في الفزورة. إلى اللقاء يا أصدقائي، أشوفكم بكرة بالمنظرة. أنا مشغولة حاجة مهمة لسه ورائي. في أوقات فراغي أريح دماغي ومارس هوايتي وحب اللي طاغي. احب الشقاوة واحب الهدوء واحب التجنن واحب الزكاوة.
ما امشي من هنا احب اقول لبعضنا فقرات كتير اتقدمت وكلها متنشنة على حاجة واحدة هي عروستي الا وهي حل الفزورائي والى اللقاء استني حتى مستعجلائي خليكي خمسة مش فاضيه هاتيكي بكره ضروري ضروري ضروري